السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انت تتذكروا في حلقة سابقة كنت بتكلم عن ان انا لما ذهبت الى مقابلة 3 مرات وما نجحتش فيها، الاخر المستشار دكتور هشام عن اني استعمل اسمي وجات لي وظيفة فعلا في برمنغهام. كنت بشتري الاكل من شخص هندي عنده سوبر ماركت في جلاسجو. كنت بتكلم معاه وانا كنت انا دايما بروح اشتري منه الاكل هناك بتاعي، وكنت بتكلم معاه على ان انا رايح برمنغهام ومش عارف هروح فين وبتاع ده. فقال لي بقول لك ايه، قلت له نعم. قال لي انا ليا قرايب ساكنين في حته جنب برمنغهام اسمها وولفرهامبتون، ودي تروح تبيت عندهم وهم، وتاني يوم تروح على الانترفيو بتاعتك وبعدين ايه ترجع على هنا مره تانية. فقلت له طيب جزاكم الله خير شكرا. وكان هو هندوسي طبعا، او مش عارف هندوسي ولا سيخي مش فاكر بالظبط يعني، لكن في الغالب قد يكون سيخي يعني. المهم عزمت امري ونزلت على وولفرهامبتون ورحت عند البيت هناك عند قرايبه، والناس استقبلوني استقبال جميل جدا جدا جدا. ناس شرقيين بقى يعني، تعرف العادات الشرقيه للكرم الضيوف وكرم الضيافه وحب الشباب الصغيرين اللي جايين غراب زي ما هم جم او لاولادهم الى اخره. وقعدت بيت عندهم الليله دي، ودوني غرفه كبيره ابات فيها وحضروا لي الاكل العشاء والفطار، واخدت القطر عشان اروح بيه برمنغهام. وفعلا رحت برمنغهام ودخلت في المقابله في من اجل الحصول على الوظيفه في مستشفى دادلي رود اللي هي شارع دادلي في مدينه برمنغهام، والحمد لله اعطوني الوظيفه ورجعت مره ثانيه لجلاسجو. اشكر اخونا اللي هو السيخي صاحب المحل هذا. الدرس المستفاد هنا، احنا كشرقيين بينا خصائص وقيم وعادات وتقاليد كتيره جدا 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 لابد ان نحافظ عليها، ولابد اننا نحترم الاخرين، ولابد ان لا نحقر الاخرين لعقيده او لثقافه او لتاريخ او الى اخره. نتعامل معهم كبشر ممكن نستطيع ان نؤثر فيهم ايجابيا اكثر من التاثير فيهم سلبيا. يعني اللي خلاني اذهب للانترفيو اللي انا حصلت عليه عند فان انا رحتها في برمنغهام دي هي العائله دي، ورجل لا اعرفه الا ان هو صاحب محل وحب يخدمني لان انا كنت زبون عنده الى اخره. فيا شباب يا شباب يا شباب، ارجوكم تعاملوا مع الناس باخلاقكم، وتعاملوا عن الناس بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاق كافة الأنبياء والمرسلين، ولا تتعاملوا معهم بالخلافات السياسية والخلافات الثقافية والخلافات الاقتصادية إلى آخره إلى آخره، وإلا لن تستطيعوا أن تعيشوا مع الآخرين في سلام وتكونوا في حرب دائمة معهم. جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.